عرضت سرايا القدس مشاهد لقنص جندي إسرائيلي يتبع لوحدة الهندسة في شرقي مدينة غزة. نتابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. بفضل الله وقوته سنصطادكم، لأنكم توغلتم في أرضنا وبلادنا فلن نسمح لكم بالبقاء. سنصطادكم كل يوم إن شاء الله، وسنكون لكم بالمرصاد حتى تخرجوا من بلادنا وأرضنا أذلة وأنتم صاغرون. الله سبحانه وتعالى سيمكننا من رقابكم أينما كنتم وأينما تحصنتم، لا حصانة لكم إن كانت طائراتكم كبيرة وغزيرة واستخباراتية، فالله أعلى وأجل. الله مولانا ولا مولى لكم، سنكون لكم بالمرصاد، والله لن تخرجوا من هنا إلا أذلة وأنتم صاغرون. والله النصر حليفنا إن شاء الله، الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إخوانكم لصلاة القدس.